أنا من أحد النساء اللي بيحبوا يناضوا ضد أي عنف. طبعاً أنا من الناس اللي تعرضت للعنف، طبعاً اعتقلت في 2016 وتم إخلاء سبيلي في 2017. فسمعت من أحد رفقاتي أنه موجود في منظمة موجودة بسرمدة كمان عم بتدافع عن النساء ضد العنف وعم تستقطب جميع المعتقلات السياسيات فيه، فحبيت أنا أروح أنضم لهي المنظمة. طبعاً صار لي تقريباً من حوالي السنة وشوي معها، وطبعاً هي منظمة عم تدافع عن جميع حقوق النساء بشكل عام، عن المرأة يعني كخاصة، عن كانت ست بيت ولا كانت معتقلة سياسية. طبعاً أنا كنت عم بشتغل من قبل ممرضة إسعاف، فتم فصلي يعني نهائياً طبعاً بعد اعتقالي، فصرت أبحث عن المنظمات اللي هي داعمة لهيك موضوع، طبعاً منظمات تستقطب ناس إنه بالتمريض أو الإسعاف. طبعاً كل وحدة كانت تطلع مثلاً من معتقلات سياسيات أو من السجون، يعني ممكن العيلة ما تتقبلها وما ترضى إنه بالشيء اللي طبعاً لأنه هي راحت كمان ما بإرادتها بغصب عنها. بس لذلك أنا بقدم الشكر وكل الشكر لعائلتي اللي وقفت جنبي ولحد الآن بتوقف جنبي، ولزوجي بالأخص إنه على طول هو حافز لإلي وداعم لإلي. أول شيء اللي تعرضت له بيقول لي أنتي لأنه ظلم، فأنا كتير بشكره وبشكر منظمة نقطة بداية كمان لأني دفعتني لوصلت للي أنا فيه. Thank you.